أخبار اليوم. بالنسبة للسؤال الثاني هتلاقي نسبة، هو طبعا في جزء برضو اوبجكتيف، جزء موضوعي اللي هو أسئلة ساينتفك تيرم. برضو في ساينتفك تيرم المصطلح العلمي لازم ندقق فيه شوية ونكتبه بدقة، ما تكتبش حاجتين عكس بعض في مكان واحد، مش هينفع لائحة التصحيح ما ينفعش إجابتين عكس بعض في مكان واحد. لكن لو كتبت كلمتين قريبين من بعض ممكن ناخد الكلمة الأولى لو هي صح. طيب بالنسبة الأول حاجة في scientific term the EMF of a galvanic cell consists of SHE. SHE دي طبعا standard hydrogen electrode اللي بنقيس بيه اللي هو جهده صفر، acting as anode. خلي بالك بقى، هو ده بيشتغل على وشين هيدروجين الكترود، ممكن يشتغل انود، ممكن يشتغل كاس، ممكن يعمل اوكسيشن، ممكن يعمل ريدكشن. في الحاله ديت شغال انود، يبقى اللي قدامه شغال ايه؟ شغال كاس، يبقى يعمل ايه؟ ريدكشن. يبقى القرايه بتاعت الاي ام اف اللي هيعملها الفولتميتر هتبقى هي دي الريدكشن بوتنشال بتاع مين؟ بتاع الكبر، لان ده بزيرو. يبقى بالنهايه بقى الكلام مطلوب ايه؟ احنا نقول ريدكشن بوتنشال. الاجابه هنا تبقى ريدكشن بوتنشال اوف كبر، خلاص الاجابه قدامك واضحه. طيب هنا ادينج ان النون، خلي بالك بقى دي عمليه، ادينج النون فوليوم حجم معلوم اوف نون كونسنتريشن من ماده معلومه. الماده المعلومه اللي بنسميها ستاندرد او ريجنت، يعني الماده اللي بنقيس بيها، تو نون فوليوم اوف انذر سبستنس اوف انون كونسنتريشن اللي هي الانالايت. يبقى بضيف ستاندرد او ريجنت الانالايت، يبقى العمليه اسمها ايه؟ اللي هي بالبيوريت دي اسمها تايتريشن، يبقى العمليه اسمها تايتريشن. اوكي؟ طيب وين وان فاراداي؟ خلي بالك بقى من السؤال ده عشان في ناس كتيره بتغلط فيه، ده تيك كير ده بقى. خلي بالك. ها؟ وين وان فاراداي؟ اللي هو 96500 كولوم is passed through an electrolyte. This lead to dissolution or evolution of the position of 1 gram equivalent of mass, equivalent mass of substance at any electrode. طبعا ده مش الديفينيشن بتاع الفرادي، لان بقول لك وين وان فرادي، ما ده يطلع ايه بقى؟ اغلب ناس اللغات مش عارف ليه ما بياخدوش بالهم من ده، موجود في كتاب واضح. ده الجنرال لو اوف الكتروليسيس، القانون العام للتحليل الكهربي اهو موجود عندك في الكتاب، جنرال لو اوف الكتروليسيس. طيب هنا dynamic system، ده سهل بقى، سؤال سهل. That takes place when rate of forward equal to the rate of backward. طبعا ده chemical equilibrium. طيب هنا the product of multiplying H positive concentration and OH negative concentration to produce from ionization of water. طبعا ده KW اللي هو ionic product of water. KW. طيب the substance that decrease activation energy، هي شغلتها انها تقلل طاقة التنشيط، without being its من غير ما تتغير، تغير وما تتغيرش، يبقى مين؟ يبقى الكاتاليست. سهلة جدا. اوكي؟ بس scientific term الثلاثة الأولين بس خلي بالك منهم. secondly explain بقى، دخلنا في explain. بس برضو بيقول لك الاكسبيرمنت، على فكرة ده سؤال في كتاب المدرسة بالنص. بيقول لك اكسبيرمنت بطريقة غير تقليدية، أنت واخد إن يقول لك اشرح إزاي تعمل purification للكبر اللي هو 99.5% او 99%، لكن مش ما قالكش ازاي تجيب الذهب من النحاس. اللفظ ده موجود في كتاب المدرسه، هي نفس التجربه، كلنا عارفين ايه اللي بيحصل للفضه والذهب، الاي يو والاي جي فيل داون بيور لانه كانت اوكسيدايزد باي ذا كارنت ويتش از اوكسيديشن بوتنشال اوف كبر. يعني التيار اللي ماشي في السن حوالين او اراوند الاكسجين بوتنشال بتاع الكبر، وهم محتاجين اعلى عشان ينزلوا، فما ينزلوش لانهم ليس اكتف، فبالتالي ما بينزلوش في المحلول، بيعملوا في الداون، فممكن تحصل على ايه؟ يبقى اللي بيجيب نحاس خرده ويعمل عليه الشغل ده بيلم دهب كل يوم، دهب وفضه. هاو تو اوبتين ميتا نيترو تولوين فروم بنزين، عايزك بقى تدقق في الحته دي. خلي بالك منها. هو السؤال المركب منطوقه غلط. ميتا نيترو تولوين للخداع هنا في سكاترنج، في تريك. ميتا نيترو تولوين فروم بنزين، بس العمليه بالنسبه لي معروفه. ايه اللي هيدي ميتا؟ ها التولوين ولا النيترو؟
الميثايل جروب ولا نيترو جروب، مين اللي وجه للميتا بوزيشن؟ معروف النيترو. يبقى ما عملش الكايليشن البنزين الاول زي ما اي حد يعمل عشان يوصل للتروين، لا خلي بالك انت عايز توصل لميتا فكر اعلى شويه، اهو انت عايز الميتا، يبقى تعمل نيتريشن للتروين للبنزين. هتعمل نيتريشن للبنزين تحصل على نيترو بنزين، كلنا عارفين النيتريشن مع السلفيوريك مع النيتريك كونك نيتريك كونك سلفيوريك 50 درجه مئويه. بعد كده خد النيترو بنزين اعمل له الكايليشن او فريدريك كرافت رياكشن مع CH3Cl والومنيوم كلورايد انهيدروس، هيديك هنا الميثايل هتخش بامر النيترو في الميتا بوزيشن وتديك ميتا نيترو تولوين معايا، او ميتا ميثايل نيترو بنزين لو انت عايز الاسم الثاني، هما الاثنين كومن نيم مفيش مشكله. طيب ما هوش يوباك سيستم. طب ده بالنسبه للاولين. الكومبير بقى، الكومبير دايما عندنا خلي بالك التزم باللي هو قال لك عليه، هو بيقول لك فينول والكولز اكوردنج تو اسيديتي. مين هي بقى الاسيديتي؟ انا عايز ابقى تفهم كلمه اسيديتي دي بقى، دي كلمه تراكميه من اعدادي من يوم عرفنا الاسيد والبيز. قلنا مين هو الاسيد؟ رياكت ويز ميتال تو جيف سولت بلس هيدروجين، رياكت ويز ميتال اوكسايد تو جيف سولت بلس ووتر، رياكت ويز ميتال هيدروكسايد تو جيف سولت بلس ووتر، رياكت ويز ميتال كربونيت اور باي كربونيت تجيب سولت بلس ووتر بلس كربون دكسايد. يبقى كل دي صفات الاسيد الخمسه، لكن عندنا في حاله الفينول والالكول هم اتنين بس، التفاعل مع الميتال واكتف ميتال بالتحديد صوديوم او بوتاسيوم والتفاعل مع صوديوم هيدروكسايد، فاحنا هنبقى في الاطار ده بس. فالالكول خلي بالك كلمه كومبير غير ديفرنشيت، عشان قارن غير فرق، قارن تقول المتشابهات والمختلفات، لكن فرق تقول المختلفات بس، وانت ما تعرفش الحته ما تعرفش الفرق بينهم، ما تعرفش الفرق بين ديفاين وات از مينت. عرف هما ما المقصود بيه، ما المقصود تحط قلبك تحط كل حاجه، لكن لما اقول لك عرف تقول لي بريفلي بس باختصار، خلي بالك من صيغه السؤال. فهنا بقول كومبير، يبقى هتقول ان الالكول بيتفاعل مع الصوديوم والبوتاسيوم يديني الكوكسايد، لكن الفينول بيتفاعل مع الصوديوم برضه والبوتاسيوم يديني الكوكسايد. النقطه الثانيه، الالكول كانت رياكت ويز الكالي because it is neutral but phenol reacts with alkyl due to acidity of benzene ring. مش داعي، مفيش داعي بدل ما قال لك قارن وما تفسرش، مفيش داعي للتفسير، انا كاتبه لك في النموذج زياده. طيب نيجي للكومبليتور ريفرسبل، دي قرار كتير في امتحانات كتير، وناخد بالنا بس ان دايما ندي اكزامبل، لان هنا بيبقى فيه تو بوينتس، يبقى اتعرف الكومبليت واتعرف الريفرسبل، وحكايه الريت اوف فورورد ايكو تو ذا ريت اوف باكورد لازم تقول ات ايكوليبريم بوينت، مش في اي وقت الريت اوف فورورد او ريت اوف باكورد، الحته دي في الريفرسبل لازم تقول ات ايكوليبريم بوينت. وبعدين تدي اكزامبل بريسبتيشن رياكشن، هنا مثلا تدي هنا استر فورميشن، يعني تدي اكزامبل عشان تبقى اجابتك كامله.